عودي نحن وياكم لبداية الشوط الثاني من هالمباراة. فريق البرج اللي عم بيهاجم من اليسار إلى اليمين، والبرج اللي كان أفضل بالشوط الأول. الشوط الأول خلص بدنا ننسيه، بدنا نحطه ورانا وبدنا نطلع بالشوط الثاني. طالما النتيجة ما تغيرت بعد التعادل السلبي بين الفريقين، 45 دقيقة قدام البرج و45 دقيقة قدام شباب البرج لهالشوط الثاني. هل رح يتابع فريق البرج مثل ما كان بالشوط الأول؟ الفرص كانت له كلها، وركلة جزاء كانت ضائعة، أو فريق شباب البرج مخبين لشيء بالشوط الثاني. فرصة أمامية والعوطة، العوطة داخل منطقة الجزاء دغري بتنقطع الكرة من كلاوديو معلوف. كلاوديو معلوف اللي بيلعب الكرة لعلي بزي، بيخسرها علي بزي، ترجع سريعة مع فريق البرج حاليا. حمزة عبود وسوء تفاهم بينه وبين العوطة، الكرة بتروح لخارج الملعب، ركلة مرمى لصالح فريق شباب البرج. نشم الشوط الأول ومن دون منازع كان حارس مرمى فريق شباب البرج نمر لحوت، نمر لحوت يلي كان نشم الشوط الأول وقدر يخلص فريقه من أكثر من هدف. الفريقين اللي بيتمرنوا على نفس الملعب، ملعب وقف برج براجني، اثنيناتهم بنفس الملعب، بنفس المنطقة، بنفس الشارع، بنفس البنية وحتى بنفس البيت. كرة أمامية بس في تسلل، في تسلل ما رح يكون أبدا فرصة لفريق شباب البرج، لأنه مع حالة التسلل الحكم هشام أنصو بيرفع رايته ليعلن عن حالة التسلل. وكرة حاليا مع فريق البرج اللي ما شفنا حارس مرمي عبد الكريم صالح بالشوط الأول. هيدا محمد دقة يلي كان بادئ قدامنا على الشيشة، تسلل كان على علي بزي. الأمور يعني سهلة كتير، معقول هجمة مرتدة، معقول كرة صغيرة وخطأ صغير يكلف أي فريق هدف. لسبب بده ينتبهوا اثنيناتهم. وحسين أبو يحيى اللي عم بيعطي تعليماته، الرجل الجليدي، وكل لاعبي شباب البرج والبرج بلشوا يقوموا ليأدوا عملية التحمية، لأنه ببلش هون إبراهيم عيتاني ومحمد الدقة يفكروا بالتبديلات بالنسبة للشوط الثاني. حمزة عبود بيلعب الكرة لسارفو، سارفو كان عنده محاولات خطرة كتير بالشوط الأول، بس هالمحاولات كلها بقت بالفشل من دون ما يقدر يسجل أو يهز الشباك. رمي تماس جديدة مع حمزة عبود يلي رح يلعب الكرة الطويلة أمامية لداخل منطقة الجزاء. خمس لاعبين من فريق البرج داخل المنطقة، اثنين على حدود المنطقة، يعني سبع لاعبين عم بيهاجموا، وكرة هون ما زالت موجودة مع البرج مع حمزة عبود. حمزة عبود بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، بيبعدها نمر لحود، وفرصة خطرة كتير والخطورة موجودة. والتهديد بالشوط الثاني مبلش مع فريق البرج، حلو كتير كانت هالكرة ذكية من علاء حمية كابتن الفريق يلي بتنقطع الكرة سريعة بترجع لفريق البرج. البرج أفضل، البرج عم بيضغط، البرج مبلش الشوط الثاني تصميم أكبر من الشوط الأول لافتتاح التسجيل، ما بده يوقع بأخطاء الشوط الأول يلي صارت معه. حمزة عبود بيبعد الكرة هون، ونمر لحود بيبعدها بالبوكس، الخطورة موجودة والتسديد موجود. أغوستينو يلي جرب هون يشتت الكرة ويبعدها بالوقت المناسب، يعني خط وسط فريق شباب البرج ما عم بيقوم بدوره مثل وسط فريق البرج. كرة حاليا على الجهة اليمنى بتروح بهالوقت لعند أغوستينو، أغوستينو للصادق، صادق أدمز أمامية، علي بزي، علي بزي بيسدد ومطالبة بلمسة يد، مطالبة بلمسة يد. حسين أبو يحيى بيقول ما في شيء، العاب بيكمل الكرة بتوصل لستيفن سارفو. ستيفن سارفو لاعب الخطير، لاعب الغاني، مع كرة لداخل منطقة الجزاء. حسين أبو يحيى بيرجع على علي بزي، ممنوع ممنوع تعترض، ممنوع تحكي، وإلا البطاقة رح تكون موجودة. من ناحية فريق البرج أربع لاعبين معهم بطاقة صفرة من المباراة السابقة، هن وليد إسماعيل، إسماعيل أنتيري، محمد قاسم، وستيفن سارفو. بينما من ناحية فريق شباب البرج كلاوديو معلوف بس يلي موجود اليوم، وحسين فحص الغائب بسبب الإصابة، كان معه بطاقة صفرة من المباراة السابقة، وبغيب أيضا مالك الموسوي يلي كان تعرض لإصابة قبل انطلاق الدوري، ومثل ما عرفنا أنه ابتداء من نهار التنين رح يرجع لتمارين الفريق. تنتقل سريعة لفريق شباب البرج، ما عم بتضاين الكرة أبدا أبدا. كريس ريمي، كريس ريمي، ريمي 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 على آخر حاجز رح يوقف، وبآخر حاجز ما رح يقطع أبدا. ترجع بترتد
مع دفاع فريق البرج. الخطيب يلي جرب هون يمرر الكرة، الخطر دايما موجود من فريق شباب البرج. وكلاوديو معلوف، كلاوديو معلوف يلي عم يرتكب الخطأ بمنتصف الملعب. يعني بداية نارية شربيل من الفريقين، الفريقين بدون ثلاث نقاط، ولو البرج عم بيكون نوعا ما أثبت من الناحية الهجومية. وأكيد بانتظار أنه المدربين إبراهيم عتيني ومحمد الدقة يلعبوا أوراقهم بالشوط الثاني لنشوف مين ممكن تتغير تشكيلته وتتغير صورته ويغير معه نتيجة المباراة السلبية بالنتيجة. مع كلاوديو معلوف، كرة على الجهة اليسرى عند أمير الحصري، واحد من أبرز لاعبي الشوط الأول من ناحية دفاعية عند شباب البرج. كلاوديو مرة جديدة لأغوستينو سا، اللاعب البرتغالي بينقلها مباشرة إلى الجهة اليمنى لعند محمد الموسى وعم يطلبها يوسف عتريس. الموسى هو اللي عم يتقدم، رح يلعب الكرة العرضية بالفعل، الكرة العرضية لداخل المنطقة. صادق أدل صبته صلوا، التسديدة هون عم بتكون من علي بزي، التسديدة قوية جدا كانت من علي بزي، عم ترتد من حمزة عبود. كل السلامات لحمزة، كرة قوية فعلا كانت من مسافة قريبة. بالإعادة مرة جديدة هالكرة كيف مرت، وهون تسديدة علي بزي بظهره لحمزة عبود. بالمناسبة يعني بعد تأكد عبد عاشور خلال فترة تحمي شعر بأوجاع بالظهر، وكرمال هيك تم سحبه من التشكيل الأساسي ودخل أحمد الخطيب إلى جانب إسماعيل أنتيري. حمزة عبود رح يقدر يتابع، والبرج الشباب البرج عنده كورنر حاليا مع علي بزي بيلعب الكرة خطيرة جدا، خطيرة جدا هالكرة الرأسية، هذه فينا نقول أقرب كرة كانت لشباب البرج باتجاه مرمى فريق البرج. إبراهيم عتيني عم يعطي تعليماته إلى لاعبينه. بالإعادة مرة جديدة الكرة كيف طلعت هون، الرأسية اللي كانت موجودة وعملت الخطورة من أغوستينو تحديدا لوسط الملعب. تياغو مقطوعة مرة جديدة، راح نشوف نفس السيناريو الشوط الأول، هجوم برجي ودفاع من الشباب. كرة عم يسيطر عليها الصادق أدمز، صادق بيحاول ينطلق، صادق أدمز يلي سبق وتحدثت عنه، اللاعب يلي عم تشوفه أمامنا على الشاشة كان بدأ مسيرته أيضا من إسبانيا لكن مع أتلتيكو مدريد بي، مشاركاته حتى كانت أكثر من أغوستينو سا، بعد لعب مع فويفودينا بصربيا وانتقل إلى تونس ليلعب مع النجم الساحلي الشهير، من بعدها إلى الأنصار السعودي وبكر وتشيلسي الغاني، وأيضا لعب بصحم العماني ومع فريق تورك أوكاجي بقبرص التركية، وإلى الفريق الشهير أشانتي كوتوكو بغانا قبل انتقاله إلى شباب البرج. يعني لاعب على صعيد التنقلات وأيضا على صعيد التجارب الخارجية وال الخبرة الدولية اللي جمعها، كونه لعب مع منتخبات غانا تحت ال 17 تحت ال 20 تحت ال 23، وايضا لعب مع المنتخب الاول مباراتين رسميتين، واحدة منهم سجل بمرمى بوركينا فاسو خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2018 مع تياغو أمرال، وهو عم يطلع على الجهة اليسرى. تياغو بيلعب العرضية الأرضية، ما بتمر بصراحة هيدي يا تياغو، مستحيل تمر بظل الكثافة العددية الدفاعية لشباب البرج. محمد جعفر هو اللي عم يلعب الكرة لداخل منطقة الجزاء، مجددا نمر لحود عم يتدخل، علي بز عم يقطعها مرة جديدة. صادق آدمز يعتمد أكيد شباب البرج على انطلاقاته بالكرة. طبعا صادق آدمز يلي مثل ما ذكرت أيضا لعب كأس العالم تحت ال 17 سنة وسجل خلالها أربع أهداف. التبديل أصبح جاهز، التبديل الأول من ناحية شباب البرج. أحمد عباد هو اللي راح يدخل إلى أرض الملعب بدلا من الرقم 10 يوسف عتريس. يوسف عتريس إذا عم يترك مكانه لأحمد عباد بالوقت يلي الكرة من شباب البرج، أفضل شباب البرج على صعيد التحرك على صعيد الجرأة والشجاعة بالانطلاق إلى الهجوم بالشوط الثاني من هاللقاء. مع كرة بوسط الملعب مقطوعة من حسين إبراهيم لعند تياغو أمرال. تياغو ما بحب يلتحم، ما بحب يحتك باللاعبين، بتلاحظوا تياغو
بيجرب قد ما فيه يهرب من الالتحامات والمواجهات الثنائية مع خصومه. من جديد حسين إبراهيم لتياغو، دائما محور اللعب صانع ألعاب فريق البرج الرقم 30. كرة على الجهة اليسرى، وليد إسماعيل، وليد منه لعند محمد قاسم، محمد قاسم، وفرصة افتتاح التسجيل بالشوط الأول من بينارتي يلي أهدرها. أيضا وليد إسماعيل لتياغو أمرال، تياغو بيخلي الكرة معه منه لعند محمد جعفر. أيضا الكرة عم تنتقل لعند العوطة، العوطة شو ممكن يعمل بهالكرة؟ كرته للأمام لعند حمزة عبود، ممتاز حمزة عبود بهالمرور، حمزة عبود داخل منطقة الجزاء، وين التمرير؟ التمرير لتياغو ممكن يسدد. التسديدة من تياغو صحيح القرار لأنه المرمى كان مكشوف أمامه من خارج منطقة الجزاء. سدد تياغو الكرة، ارتدت إلى الكورنر. رجع البرج يشكل الخطورة، رجع البرج يكون حاضر على الصعيد الهجومي تحديدا عبر حمزة عبود يلي أيضا عم يقدم مباراة جيدة على الجهة اليمنى. هيدي هي كرة تياغو أمرال يلي ارتدت ويلي كان عم يترقبها من دون شك نمر لحود بين الخشبات الثلاثة. البرج بالموسم الماضي حقق الفوز على جميع الفرق يلي واجهها، خسارة وحيدة مقابل 17 انتصار وأربع تعادلات. خسارة وحيدة كانت مفاجأة بصراحة أمام هومنتمن يلي أنهى الموسم بالمركز الأخير، خسارة 1-2. ومن وقت ما فاز على شباب البرج بالمرحلة السادسة 1-0 تصدر الترتيب وما استغنى عن الصدارة أبدا. أمر رافت من دون شك يلي عمله البرج بالموسم الماضي. مباراته المقبلة رح تكون مع النجمة طبعا بالأسبوع المقبل، رح يكون مرتاح لأنه النجمة رح يكون منشغل باستحقاقه مع الترجي التونسي بالبطولة العربية، مع كرة أيضا هون لعند محمد قاسم يلي عم بيحاول يعكس العرضية. كرة لداخل المنطقة، ما في أي تسلل توصل بسهولة عند نمر لحوت. نفس السيناريو فارس عم يتكرر مع انطلاق الشوط الثاني، ولو أنه شباب البرج بشكل أفضل على الصعيد الهجومي، بلش يتحرك، بلش يكون قريب من بعضه على صعيد الخطوط، وايضا هون عم يحصل على خطا بمكان جيد لمحاوله صناعه الخطوره. يعني هيدا اللي عم نقوله شربي من بدايه الشوط الثاني، معقول كثير الضغط، الضغط من دون نتيجه يؤدي لهدف معاكس. بده ينتبهوا الفريقين لانه الهدف صعب بمباراه اليوم، منا سهله ابدا تقدر تشوف نسبة عالية من الأهداف بهالمباراة. الفريقين عم يلعبوا بحذر كتير كبير، وحسين أبو يحيى يلي عم يعطي إشارة للاعبين. كرة أمامية لا أمير الحصري بيبعدها بالوقت المناسب، حمزة عبود، حمزة عبود يلي عم بيكون كمين واحد من نجوم المباراة بمركز الدفاع وبالمركز المتقدم ليساند خط الهجوم. بدو ينتبهوا، ممنوع الخطأ داخل منطقة الجزاء. صديق آدمز وكرة كريس ريمي، هيدا اللي عم قوله معقول كتير، كرة وحيدة تكلف فريق البرج الغالي كتير إذا ما انتبهوا على كريس ريمي، على صديق آدمز، هاللعبين يلي بشكله خطورة كتير كبيرة إذا وصلوا لمنطقة الجزاء بمواجهة دفاع فريق البرج. عبد الكريم صالح حارس مرمى البرج بيلعب الكرة عالية بعيدة، بيطلع ستيفان سارفو بمرر لمحمد جعفر، محمد جعفر عم بيقدم مباراة جيدة جدا اليوم، وخطأ واضح لصالح محمد جعفر. محمد جعفر وعلي بزي الأصدقاء خارج الملعب، الأعداء الرياضيين على أرض الملعب. كرة حاليا مع حمزة عبود، حمزة عبود يلي رح يجرب يلعب الكرة طويلة لأنه وقت يتقدم إسماعيل أنتيري بتكون الأمور واضحة والتعليمات واضحة، يلعب الكرة عالية. بالمرحلة الثالثة فريق شباب البرج رح يواجه السلام صغرتا، هيدي الكرة عالية داخل منطقة الجزاء والدربكة موجودة والخطر موجود. الله، محمد جعفر ما قدر النمر يشوف الكرة، ما قدر يشوف التسديدة. محمد جعفر كنت بعدني عم بقول واحد من نجوم المباراة، برهن هالشيء ورد علي بهدف أكثر من رائع. شوت صاروخ، صاروخ كرة من محمد جعفر، وشباك شباب البرج عم تهتز لأول مرة بهالمباراة. شباب البرج عم بيتلقى الهدف
ولازم يتخلى عن حذره الدفاعي. بنرجع بنشوف الكرة العالية الدربك الموجودة مع تسديدة محمد جعفر داخل الشباك، ما بيقدر يعمل له شيء ابدا نمر لحود. هون الكرة والتسديدة داخل الشباك ليعلن تقدم البرج 1-0. محمد جعفر عرف وين بده يوقف، عرف وين يوقف، عرف وين ياخذ المكان المناسب للتسديد، وما بيقدر يعمل شيء ابدا نمر لحود لهالكرة. الخطأ موجود وفرصة مع فريق البرج. جمهور البرج عم يحتفل، لاعبي البرج عم يحتفلوا، المباراة ما انتهت، البرج عم يتقدم بهدف، البرج عم يسعى لهدف ثاني ليضمن نوعا ما نتيجة المباراة التقدم. 1-0، هدف رائع 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 من محمد جعفر، يعني هدف قاسم الزين امبارح، هدف حلو كثير، هدف محمد جعفر اليوم هدف أكثر من رائع كمان. هيك حلوين الأهداف يلي عم نشوفهم بملاعبنا اللبنانية الملفت، الإعلانات يلي عم تشوفوهم مزينين الملاعب، والحلة الجديدة والصورة الجديدة يلي عم نكون نحن وياكم مع ملاعب كرة قدم، وعلى أمل هيدا الشيء يترجم إيجابا على المستوى الفني، على المستوى إذا بدكم الرياضي. وخارج الملعب لا، الحكم بقول بعدها داخل الملعب. يلا يا شباب البرج، تأخرتوا بهدف، بدكم تردوا وإلا البرج جاهز ليرد بهدف تاني. كلاوديو معلوف، كلاوديو معلوف حافظ على الكرة للصديق آدمز يلي بيتعرض للعرقلة والخطأ موجود. حسين أبو يحيى الرجل الجليدي على مهلكم، عرواء كل شيء، وقت الحكم يكون بريد بهالطريقة بيريح اللاعبين، بس إذا الحكم معصب والحكم بحالته العصبية هيدا الشيء بيزيد التشنج أكثر وأكثر بين الحكم واللاعبين. يعني شرب الهدف عطى روح أكثر للمباراة، عطى جو للمباراة، عطى حيوية للمباراة. البرج بده هدف ثاني، شباب البرج صار مضطر يطلع من منطقته أكثر وأكثر ليسجل على الأقل هدف التعادل، وهيدا الشيء يلي بيوعد بالوقت المتبقي من عمر المباراة، خلينا نقول نص ساعة تقريبا، تكون نص ساعة حلوة من الفريقين. والبرج عالي على صعيد المستوى بهاللقاء مقارنة بأداء شباب البرج، ولو انه تحسن مع انطلاق الشوط الثاني من اللقاء بانتظار ردة فعل شباب البرج على الهدف يلي تلقاه، هدف محمد جعفر. محمد جعفر يلي كان مثل ما قلت ببداية اللقاء هو الأخطر على صعيد فريق البرج، هو يلي حصل على ركلة الجزاء اللي قدرها محمد قاسم، وبالتأكيد بيستحق. كان اليوم يهز الشباك، مجهود كبير عمله على أرض الملعب، لاعب عنده إمكانات كبيرة وعنده الحرية اليوم على أرض الملعب بخطة المدرب محمد الدقة. هون بالإعادة الخطأ يلي عم يتعرض له علي بزي من حمزة عبود، او العكس الخطا اللي عم يتعرض له حمزه عبود من علي بزه، ويلي من خلاله الانذار عم يكون لعلي بزه. هذا صديق ادمز على ما يبدو عم يشعر بالاصابه، بده يتحرك اكثر صديق ادمز، بده يكون تحركاته فيها انسجام مع كريس تريميلو رونيون، يعني التناغم بين اللاعبين على الصعيد الهجوم من منه على اعلى مستوى. هيدا علي بزي، علي بزي هو يلي عم يتلقى الانذار. اذا محمد قاسم يلي اهدر بينالتي، بالمناسبه يعني كان اهدر ركلتي جزاء فقط البرج بالموسم الماضي. عبر هدافه وسيم عبد الهادي يلي سجل 18 من الاهداف 42 يلي سجلها الفريق خلال الموسم، واثنين بينالتي فقط ضاعوا كان عم يضيعوا الوسيم. والكلام على الارقام اكيد بيعطي افضليه للبرج بشكل كثير كبير. في حال عملنا المقارنه ان كان على صعيد المشاركه بكاس التحدي أو على أي صعيد آخر بيرتبط بالمواجهات المباشرة بين الفريقين، يعني بكأس التحدي البرج قدم نفسه بشكل جيد، قدر يفوز بالمسابقة من دون ما يتلقى مرمي أي هدف،
وتجاربه يعني مع فرق الدرجة الأولى، بيناتهم سلام زغرتا اللي فاز عليه مرتين بدور المجموعات، دور المجموعتين، وطبعا بالمباراة النهائية فاز أيضا على التضامن صور بهدفين وعلى طرابلس بثلاث أهداف نظيفة بالدور نصف النهائي. نتائج لافتة كانت للبرج، بينتظر انه يترجمها ايضا اليوم الى نتيجة اضافية، رح يرفع رصيده الى ست نقاط مثله مثل النجم، رح يكون بالصدارة مع علي بزي بحاول يمر، علي 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 بحاول يمر يوسع لنفسه ايضا ليسدد، لكن الكرة عم ترتد هون من احمد الخطيب، بتبقى مع شباب البرج. امير الحصري، امير الحصري بيلعب الكرة العرضية خطيرة خطيرة خطيرة، اوهوهو لا لا لا، ما معقول يلي صار، ما معقول يلي صار، احمد عباد على مسافه قريبه كان من المرمى لادراك التعادل من جديد، الشغل الممتاز يلي عمله امير الحصري على الكره العرضيه، صديق ادمز ما قدر يوصل لك ريست، لكن احمد عباد شو عملت؟ شو عملت؟ الشباك كانت بانتظار انه تزوره، انه تهزه، انه تسجل هدف التعادل للبرج بهالمباراه، هدف التعادل لشباب البرج اذا عم بيضيع بهالمباراه. وليد اسماعيل هون منه راضي اكيد عن التمركز الدفاعي لزملائه قائد البرج، بالوقت يلي هون في تبديل جديد لشباب البرج، هو التبديل الثاني بالمباراة، علي حرب عم يدخل مكان محمد الموسوي، بصراحة من أفضل مباريات مدافع البقاع السابق، صعوبات كبيرة واجهها اليوم بهاللقاء، وايضا طبعا هو يلي كان تسبب بركله الجزاء. بالمقابل محمد مرقباوي ايكر لاعب الاخاء الاهلي علي والنجم السابق عم يتحضر للدخول بدوره من ناحيه فريق البرج، لاعب وسط مهاجم ممكن نشوفه عم يدخل مكان حسين العوطة، كرة حمزة عبود إلى داخل منطقة الجزاء من جديد، الرأسية موجودة سريعة، دفاع شباب البرج تحت الضغط عم يشتت، والخروج مع كلاوديو معلوف من لمسة واحدة لعلي بزي، علي علي بيلعب الكرة للأمام لعند صادق آدمز، صادق بترجع لعند علي بزي، الكرة على الجهة اليسرى مجددا، التقدم من أمير الحصري، البحث عن كريستريمي، أمير 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 شو ممكن يعمل بين ثلاث لاعبين، أمير عم يتبع تقدمه، أمير عم يحافظ على كرته، حمزة عبود عم يقطعها، متحرك بشكل جيد أمير، لكن دفاع البرج فعلا صلب. فريق مثل ما ذكرت فاز بالمرحله الاولى 1-0 على السلام زغرتا، ايضا ما اهتزت شباكه، الكره عم تتنفذ بسرعه، ايضا تياغو عم يعود للخلف، امير الحصري، امير بيحافظ على كرته، امير بيلعبها للامام بقدمه اليمنى، لكن هالمره الكره عشوائيه سهله جدا بين يدي عبد الكريم صالح حارس مرمى البرج، بسهوله تامه كان عم يلتقط الكره بالوقت يلي تياغو امارال مصاب على أرض الملعب. كل السلامات لتياغو، التبديل أصيب بشد عضلي اللاعب البرازيلي محمد مرقباوي، إذن على خط الملعب، التبديل رح يحصل بهالأثناء، رح نشوف مكان مين رح يدخل آيكر. على ما يبدو صح التوقعات، اللي انا عم بشوف حسين العوطة عم يتجه للخروج من ارض الملعب، اكيد رح تشوفوا بالصوره التبديل يلي عم يحصل بالوقت يلي لا يزال تياغو عم يتلقى العلاج. اذا تبديل لفريق البرج، التبديل الاول بالمباراة، مرقباوي بدال العوطة، 20 دقيقة تقريبا متبقية على نهاية اللقاء، الديربي للبرج الاصفر بهاللقاء، كرة ملعوبة من عبد الكريم صالح للامام مباشرة لعند الحارس نمر لحود، يعني عمل كثير نمر لحود بمباراة اليوم، إلا أنه كان صعب صعب جدا أنه يوقف التسديدة الصاروخية يلي أطلقها محمد جعفر إلى شباكه. أغوستينو سا
كرة من جديد علاء حمية الأمامية على الجهة اليمنى، بترجع لعندك كلاوديو معلوف. كلاوديو لحسن هزيمة، أمير الحصري من جديد، علاء حمية وحسن هزيمة. وصل لعند علاء يلي بيلعب الكرة الأمامية باتجاه لكريست. الكرات الهوائية أيضا عم يتفوق فيها فريق البرج بشكل واضح مع محمد قاسم. قاسم كرة لعند حمزة عبود، حمزة بيلعب الكرة الأمامية باتجاه لستيفن سارفو، السباق للكرة مع حسن هزيمة. الهزيمة بيتمكن إنه يقطعها مجددا لعند أمير الحصري، عم يحاول ينظم صفوفه أكثر وأكثر. شباب البرج عم يحاول يلاقي الطريق ويلاقي منفذ ويلاقي رواق ويلاقي طبعا الحل لفك شيفر الدفاع البرج يلي من كأس التحدي وامتدادا الى بطوله الدوري لحد الوقت ما حدا قدر يفك. علي مزي، علي مزي داخل منطقه الجزاء، علي 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 بحاول يلعب الكره العرضيه، مقطوعه مره جديده. احمد الخطيب عم ترتد من احد زملائه وهون الدفع. علي مزي على احمد الخطيب، بده ينتبه كثير منيح علي مزي، عنده انذار. علي بزي معه انذار بس هون ما فيها شيء. الكره يعني دغري حسين ابو يحيى انتبه انه شوي عم بيزيدها بهالوقت كان احمد خطيب، ما في لزوم للانذار الثاني. والمباراه عم تتابع، عم نوصل لدقيقه 72 من اللقاء والنتيجه ما زالت تقدم البرج على جهر وشباب البرج 1-0 بالمباراه يلي عم تتابعها مباشره نحن وياكم من صيدا عبر شاشة الام تي في. امبارح كنا مع مباراة تضمصور والنجمة، بكرة مع مباراة شباب الساحل والأنصار مباشرة من طرابلس يعني من بيروت إلى الجنوب إلى الشمال. ثلاث مباريات مع نقلنا المباشر لهالأسبوع. حمزة عبود رح يلعب رمية تميز طويلة مثل عادة، سقطة داخل منطقة الجزاء. حمزة عبود بنفذ رمية تميز بيبعدها أمير الحصري، بشتتها علي بزي. كريست ريمي بياخذ الكرة، كريست ريمي بيطلع لمين، لمين بده يمرر، بيتقدم هو بالكرة. كريست ريمي عم بياخذ مباراة على عاتقه والمبادرة على عاتقه، بده يلعب على الجهة اليمنى. ما زالت الأمور مع فريق شباب البرج اللي عم يسعى ليسجل هدف التعادل. علي حرب بعد تمريرها من أحمد عبيد وفرصة مش معقول، هيك الكرة ما رح تدخل، هيك الكرة ما بتدخل بهالطريقة أبدا. شوفوا أحمد عبيد بيسرع بروح ركض عند حارس المرمى تا ما يضيع وقت ابدا. عبد الكريم صالح لازم ينفذ الكره، الحكم حسين ابو يحيى يلي عم يتطلع ليشوف الوقت يلي رح يكون بنهايه المباراه، لانه هيدا امر طبيعي بعالم كره القدم انه الفريق يلي بيكون متقدم بالدقائق الاخيره ببلش يضيع وقت، ببلش يتعمد الاصابات، هيدا من حق اي فريق بيكون متقدم. بمنتصف ملعب محمد قاسم بمرر للصعوك حسين ابراهيم. حسين ابراهيم كمان لاعب رايق كثير بخط الوسط ومن اللاعبين اللي بيعتمد عليهم بشكل رئيسي الدقه. تياجو 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 بمرر 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 مع تسديده جديده هالمره كمان من محمد جعفر، وتبديل عم بيتحضر بصفوف فريق البرج مع ابراهيم ابو حمدين. ابراهيم ابو حمدين لاعب البقاع السابق يلي عم يستعد ليدخل لأرض الملعب. الدقة يلي عم يلجأ لتبديله فينا نقول الثاني بالمباراة بعد دخول محمد المرقباوي. عبد الفتاح عاشور كنا خبرناكم انه بين الشوطين رح نسأل ونشوف شو الأمور. عبد الفتاح عاشور من بعد ما كان بالتشكيلة الرئيسية تعرض لإصابة صغيرة أثناء عملية التحمية وما قدر يشارك. حاليا اغوستينو، اغوستينو بيغسل كرة، اغوستينو يرجع بياخذ الكرة، اغوستينو لمين 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 بده يطلع، بده يمرر، بفضل يمرر لكابتن الفريق لعلاء حمية. علاء حمية على الجهة اليمنى بهالوقت لعند علي حرب، كرة عالية داخل منطقة الجزاء بس اسماعيلة موجود، اسماعيلة بشتت، اسماعيلة ممنوع الكرة تقطع عن اسماعيلة، لأنه إذا قطعت كرة عن اسماعيلة رح يكون في خطورة من ناحية فريق شباب البرج. كلاوديو معلوف على الجهة اليمنى، تحسن كثير أداء فريق شباب البرج،
من وقت ما دخل مرميهم هدف، هيدا امر طبيعي، ما عاد عندهم شيء يخسروه ابدا. لاحظوا لاعبي فريق البرج كلهم عم يرتدوا لخلف منتصف الملعب لمسانده الدفاع ومنع فريق شباب البرج انه يقدر يتحرك مثل ما بده. حسن هزيمي بيلعب الكره، حسين ابراهيم بيقطعها، تنتقل كره حاليا مع فريق البرج. المرقباوي 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 بيتقدم 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 على الجهه اليمنى، معه امير الحصري، ما زالت مع المرقباوي، بده يجرب يحصل على ركله ركنيه على شيء، ما قدر لانه دفاع فريق شباب البرج موجود بالمكان المناسب ليقطع الكره. تياغو تياغو دو امرال اللاعب البرازيلي، والتبديل رح يتم مع توقف الكره، والتبديل صار جاهز. ابراهيم ابو حدين يلي رح يدخل لارض الملعب بدلا من صاحب هدف المباراه الوحيد لهلا محمد جعفر. محمد جعفر قدم كل شيء طلبوا منه المدير الفني، راضي عنه تمام الرضا، وهلا شوفوا الدقه ومحمد جعفر اكيد الفرحه رح تكون كثير كبيره بعد هدف التقدم يلي عطى فريق البرج. التقدم 1-0 من تسديده كانت اكثر من رائعه، وجمهور البرج اللي عم بيحيي محمد جعفر بالاعاده. بنشوف الهدف لمحمد جعفر، هدف اكثر من رائع، يعني هاي تسديدات صاروخيه بتذكر كل البرجيين بآل رحال والتسديدات الصاروخيه القديمه. مع هالكره خلينا نتابعها داخل منطقه الجزاء، هل رح تعطي اي نتيجه؟ فرصه لفريق شباب البرج وما في تسلل، فرصه لفريق شباب البرج لادراك التعادل، بس بالنهايه الكره رح تروح لخارج الملعب ركله ركنيه. فريق شباب البرج بالهجوم، البرج بالدفاع، ومحاوله جديده عم بتكون لادراك التعادل. هل رح يتمكن امير الحصري من هالكره يلي رح يلعبها؟ تلاقي حدا من زملائه يقدر ينفذها داخل الشباك. منتابع الكره، منشوف الركله الركنيه من لاعبين من البرج بيرتدوا للخلف، وفريق شباب البرج بالهجوم، كره راسيه داخل منطقه الجزاء. لا 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 لا، هيدي الفرصه يلي كان ناطرها يلي كان ناطرها فريق شباب البرج. اسهل من هيك كرات ما معقول تصير، والكره يلي عم بتضيع على باب المرمى. يعني صادق ادمز، صادق شو بدك؟ هيدي لو انا شربي النكسته كنت شفت هدف التعادل. انت لعيب يعني، بس صادق ادمز كان يعني بموقف مناسب وما قدر يسجل هالكره سهله جدا. يعني مباراه مثل ما عم قول كان من المفترض يظهر فيها بشكل افضل الدولي الغاني السابق. ركلة مرمى عبد الكريم صالح مباشرة باتجاه ستيفن سارفو، سارفو بحافظ على كرته لكن مقطوعة هون. شوفوا شوفوا قدي الالتحامات عم تكون حاضرة، قدي شباب البرج عم يحط تقله حاليا بخط الوسط لمحاولة الاستحواذ على الكرة ويضبط الوضع بشكل أفضل ويقدر يخرج من هالمباراة أقله بنقطة. كان قريب جدا صادق آدمز، لكن فعلا اخطر فرص المباراه لشباب البرج كانت عم تضيع مع كلاوديو معلوف. كلاوديو بوسط الملعب، كلاوديو بيلعب الكره على الجهه اليسرى، امير القصري دائما متحرك وهو اللي عم يلعب الكره العرضيه. المره الخطوره مع كريست، الراسيه ضعيفه جدا من كريست. كريست ريمي لورونيو، محمد الداء اكيد على اعصابه هو ومساعده فؤاد حجازي ابن نادي البرج. مرقباوي ما بيقدر يسيطر على الكره، بتروح لعند اغوستينو السهل الممتنع على رقم 8، بيستلم وبيسلم بشكل سريع. علاء حميه، كلاوديو معلوف مره جديده، كلاوديو كرة إلى خارج أرض الملعب. أكبر انتصارات البرج بالموسم الماضي كانت على الإصلاح البرج الشمالي بنتيجة 6-1. وليد إسماعيل لإسماعيلة،
بطل كأس لبنان مرة وحيدة بعام 93 على حساب الهومنمن. علاء حمية، كلاوديو معلوف مرة جديدة، حسن هزيمة من جديد لعلاء حمية، أحمد عباد أسرع، مفروض يكون شباب البرج أسرع، نقلة الكرة عم تكون بطيئة. شوفوا حتى ستيفن سارفو ضغط من الهجوم لخط الوسط وقدر يحصل على الكرة مع تياغو أمارال يلي عم يحصل على الخطأ. نهاية المباريات بدوري الدرجة الثانية، الأهلي الصيدا عم يفوز على أنصار حوارة 3-0، سبورتينج على البقاع بنفس النتيجة، الحكمة عم يحقق انتصاره الثاني على التوالي 1-0 بهدفه لعلي حوراني لاعب البرج السابق، والاجتماع عم يفوز على ناصر برلياس 3-1، والراسينج عم يحقق فوز بالدقائق القاتلة على الإصلاح البرج الشمالي بنتيجة 1-0 بالوقت. في تسديدة هون ضعيفة باتجاه مرمي لنمر لحود. كنت عم بتحدث عن البرج ومدى الصلابة الدفاعية اللي عنده اياها الفريق، اصلا ظهر بالدرجة الثانية بالموسم الماضي بنفس الشكل الدفاعي، 15 مباراة انهيها بشباك نظيفة، تخيلوا 15 مباراة من اصل 22 بشباك نظيفة انهيها البرج يلي هو عم يهاجم حاليا حمزة عبود، محمد قاسم، 9 اهداف فقط تهتزت شباكه للبرج، مثل ما ذكرنا الافضل هجوميا بعد شباب البرج وبعد الاهلي الصيدا، 48 هدف كان شباب البرج عم يسجل، 44 الاهلي الصيدا، وايضا الاجتماع يلي سجل 43 هدف مقابل 42 للبرج، لكن الافضل دفاعيا من دون شكل البرج بالاهداف 9 يلي هزت شباكه. علاء حمية منه لعند اغوستينو، اغوستينيو للخلف، هزيمة أيضا، التمريرة خاطئة، التمريرة خاطئة مش بوقتها بالتأكيد، تضيع هيك نوع من الكرات. أنا الفريقين ما التقوا ولا مرة أبدا، مثل ما ذكرنا قبل لقاء بالدرجة الثانية، حتى على صعيد الارشاد كان مفروض يعني يلتقي الارشاد مع البرج بعام 2014 بدوري الدرجه الثانيه، لكن بوقتها الارشاد انسحب من البطوله. الارشاد يلي لعب الدرجه الاولى بموسم 2007 و2008 حلب المركز ما قبل الاخير، فاز فقط على الحكمه الراسنج الاهلي صيدا والحكمه ايضا بالاياب مثل ما بذكر، وهبط الى الدرجه الثانيه، ومن بعدها انتقلت رخصة النادي إلى شباب البرج يلي مثل ما ذكرت ببداية المباراة انتقل من الرابعة إلى الثالثة إلى الثانية إلى الدرجة الأولى بسرعة قياسية، واليوم موجود بدوري الدرجة الأولى وهو على مشارف تلقي الخسارة الثانية على التوالي مع حمزة عبود يلي عم ينفذ الكورنر حاليا لمصلحة البرج. حمزة بيلعب الكرة إلى العارضة البعيدة، تياغو أمارال بالرأس، الكرة لا تزال داخل أرض الملعب، سارفو وهزيمة بتبقى لحمزة يلي بيعكسها لداخل منطقة الجزاء، وهون علاء حمية كان بالمكان المناسب ليبعدها. كورنر جديد لمصلحة البرج، كورنر جديد لحمزة عبود، نمر لحود عم نشوفه عم يمنع على الشاشة، أكيد بيأمل إنه شباكه ما تهتز مرة تانية بالوقت يلي حمزة عبود عم يبحث عن رأس أحد زملائه، بيلعب الكرة مرة جديدة إلى داخل مطو، جول سارفو 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 اللي عم يبحث عن رأس أحد زملائه، لكن سارفو أطل بسرعة البرق ليأخذ الكرة على الطاي ويطير بالنتيجة بالنسبة للبرج بهالتسديدة يلي سجل من خلالها كرة جديدة بشباك شباب البرج بشباك، ولنمر لحود الفرحة الكبيرة مع الجمهور الأصفر، جمهور فريق البرج، هدف جميل جدا
لستيفن سارفو، واحد من الهدافين المميزين، واحد من المهاجمين الحساسين داخل منطقة الجزاء. نمر رحود ما بيقدر يعمل أي شيء له الكرة مرة جديدة بالإعادة. حمزة عبود شوفه، وصل سارفو، وصل الغضب، وصل النار، مثل النار عم يحرق الشباك بهالكرة على الطاير. رائع جدا يا سارفو، رائع جدا. البرج النقاط الستة بالانتظار، والصدارة مرة جديدة إلى جانب النجمة يلي كان فاز مثل ما ذكرت امبارح على التضامن صور. البرج رح يعود إلى برج البراجي وهو منتصر الديربي. إذن عم ينصبغ باللون الأصفر لون البرج بهاللقاء. 2-0 النتيجة، 2-0 وتقدم مستحق من دون شك للفريق والطرف الأفضل بهالمباراة. مع هالكرة بالإعادة عم نشوفها وهالمحاولة لا شباب البرج، الكرة بين يدي الحارس عبد الكريم صالح، بيقدر يطمن على النتيجة فريقه لمحمد الدقة، بيقدر يطمن على النتيجة الجمهور البرجي مع أيضا هالكرة والمحاولة لأمير الحصري. أمير 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 دائما لاعبين على التغطية، هيدي هي المنظومة الدفاعية فارس يلي عم نتحدث عنها، المنظومة الدفاعية الناجحة. إذا شباب البرج بعد فوزه بالمباراة الأولى ممكن يتلقى خسارته الأولى بمباراته الثانية، قريب من تلقى الخسارة الأولى فارس بمباراته الثانية، لأنه الوقت عم يداهمه 4 دقائق وأقل متبقيين على صافرة حسين أبو يحيى اللي رح تعلن عن نهاية المباراة. يعني فريق البرج لهلأ هو بصدارة الليحة، بيتقدم على النجمة بفارق هدف مع نفس عدد النقاط، مطالبة بركلة جزاء، الحكم بقول ما في شيء. مع تسديدة ومحاولات فريق شباب البرج بالشوط الثاني كانت خطرة، شباب البرج بالشوط الثاني أفضل من شباب البرج بالشوط الأول، بس المحاولات ما كانت عم بتصيب المرمى. يعني شفنا فرصة خطرة كتير كانت لأحمد عبيد، وهلأ كرة تانية خطرة والفرص عم بتضيع. يلي ما بيسجل التاريخ بقول نتيجة، بقول أرقام كمان مرة، التسديدة والمحاولة وكريس ريمية اللي عم بيجرب حظه مع هالكرة فوق مرمى الحارس عبد الكريم صالح بسنتيمترات قليلة. فريق البرج التقدم مريح مع الوقت يلي متبقي من عمر المباراة. المرقباوي، المرقباوي على الجهة اليسرى بيتقدم، المرقباوي بيتقدم، المرقباوي لمين بده يلعب الكرة؟ عم بيجرب يلعبها لستيفن سارفو يلي عم يبحث عن هدفه الثاني. كرة حاليا مع فريق شباب البرج عم بيطالبوا بخطأ، الحكم حسين أبو يحيى بيقول ما في شيء، ما في شيء أبدا. ترجع المحاولات الأخيرة، الدقة شباك يا دقة، ليه معصب؟ فريقك متقدم 2-0 بعد باقي دقيقتين على نهاية المباراة، الأمور التحكيم ممتاز. خلينا نتابع هيدي الكرة، علاء 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 بده يلعب الكرة عالية، علاء لا بسدد، علاء ما بتتسدد الكرة يا علاء، هيدي الكرة كان لازم تتمرر لداخل منطقة جزاء. واليوم منطقة البرج وبرج براجني رح تبتسم لفريق البرج يلي على هلأ عم بحقق الانتصار المطلوب، وبنتيجة 2-0 على فريق شباب البرج. هيدا الديربي المنتصر، بعد في ديربي مع شباب الساحل، بعد في مع فريق العاهد، وكرة بالوقت الحاسم عم بيبعدها مدافع فريق شباب البرج على حقي. ترجع بتنتقل سريعا مع هزيمة يلي بيتركها لكلاوديو معلوف، كلاوديو معلوف لأغوستينو، أغوستينو بيتقدم، أغوستينو بيتقدم، بيطلع لمين؟ لمين بده يلعب؟ أغوستينو بفضل يلعب الكرة العالية حلوة كتير بس بيبعدها وليد اسماعيل بالوقت المناسب. قوم يا وليد قوم، ما في شيء، ما تمرق الوقت لأنه الحكم رح يزيده بالنهاية. كرة بيبعدها الأنتيري بالوقت المناسب. شباب البرج حاليا بالهجوم، كل اللاعبين، كل لاعبين فريق البرج بالدفاع. أغوستينو ترجع الكرة لعند أغوستينو، عم يعتمد على الكرات الطويلة الساقطة ليجرب يمرر الكرات خلف دفاع فريق البرج يلي ما عم بينجح أبدا لهلا. تياغو دي أمارال لا، المرقباوي كرة طويلة لخارج ملعب، رامي تميس بتروح لفريق شباب البرج. عم نقرب من نهاية الوقت القصري لزمن المباراة، نتيجة تقدم واضح، تقدم صريح، هدفين بالشوط الثاني لفريق البرج. كرة لخارج الملعب،
ما راح يتأخر أبدا. حكم الرابع أحمد صعيفين ليال عن الوقت المحتسب بدل عن ضائع يلي بيكون عطيه الحكم الرئيسي حسين أبو يحيى. 10 ثواني وندخل بالأربع دقائق الأخيرة من عمر المباراة. 4 دقائق للبرج ليرفع رصيده ل6 نقاط ليكون بصدارة دوري ألفا حاليا. وفريق شباب البرج مهمته رح تكون صعبة. هدفين شغلة منا هينة أبدا، منا سهلة أبدا، تقدر تعوض هدفين بالأربع دقائق. نمر لحود، نمر لحود قدم مباراة كبيرة، بس شو بده يعمل ليعمل نمر لحود؟ شو في يعمل نمر لحود؟ كرة حاليا مع علاء، علاء بمرر بهالوقت تمريرة خاطئة، الأمور بتصور خلصت، انتهت الأمور بالنسبة لفريق شباب البرج يلي عم يتلقى خسارته الأولى بدوري ألفا لكرة قدم. فإذا الديربي رح يكون الساحل البرج وشباب البرج. محاولة لفريق البرج للهدف الثالث، هل رح ينجح المرقباوي؟ هل رح ينجح بتسجيل الهدف الثالث؟ هل رح ينجح بتسجيل الهدف الثالث لفريقه؟ لا. فإذا حضروا حالكم على ديربي برج ساحل، على ديربي ساحل شباب البرج. الحكم بيقول عاب، ما في شيء، ما في أي خطأ، والخطأ هون بيصير. حسين أبو يحيى بيروح مع بطاقة صفرة. حسين أبو يحيى بطاقة صفرة، ما رح يسكت أبدا، ممنوع حدا يعترض، ممنوع حدا يطلع صوته. المرقباوي عم بياخد إنذار بعد الاعتراض يلي صار. شو بدك بهالشغلة؟ خلص لو الحكم ما صوفرها فريقك بتقدم بهدفين، البطاقات صفر بينحملوا معك لنهاية الدوري، والأمور انتهت على أرض الملعب مع البرج اللي عم يبحث عن هدف ثالث. فريق البرج كرة هون، أغوستينو بحافظ عليها، مش لوقت كتير. أوه في خطأ لصالح أغوستينو، وتبديل جديد بصفوف فريق البرج مع محمد الدر. محمد الدر سابقا مع فريق الخرايب درجة ثالثة، عم ينتقل لفريق البرج هالموسم. علي بزي، علي بزي، علي بزي، علي بزي، علي بزي بمرر أمامية الكرة من دون خطأ. جرب خذ الكرة من دون خطأ، وإلا رح يعلن الحكم عن اللحظات الأخيرة لنهاية المباراة. ستيفان سارفو صاحب الهدف الثاني الرائع جدا يوم الهدفين، فعلا من الأهداف الحلوة يلي دايما المشاهد بيتمنى يشوفها بعالم كرة القدم. كرة لحارس المرمى من محمد قاسم لإضاعة الوقت، لتمرير الوقت، وعبد الكريم صالح موجود بالمكان المناسب لأبعاد الكرة. يعني مباراة انتهت. شربل مبروك لفريق البرج، هاردك لشباب البرج، وموعد بكرة الأراد مع مباراة جديدة بين الأنصار والساحل. فعلا فارس، الانتصار الثاني للبرج والخسارة الأولى لشباب البرج. بكرة أكيد الصفا رح يلتقي مع الغزية، لكن المباراة يلي بتقدروا تتابعوها مباشرة عبر شاشة الام تي في ابتداء من الساعة 4، الأنصار وشباب الساحل. بالوقت يلي التبديل رح يصير، ومحمد الدر يلي رح يدخل مكانه لتياغو، كان مصيب بشد عضلي تياغو، أكيد رح يكون عنده فترة راحة أطول من باقي الفرق البرج بحكم أنه ما رح يلعب مع النجمة بالمرحلة المقبلة. أكيد المرحلة المقبلة رح تحمل العهد إلى الساحة المحلية، بطل لبنان رح يعود ليبدأ المشوار، مشوار الدفاع عن اللقب بالوقت يلي منتمني له كل التوفيق لكل كل فرق الكرة اللبنانية وكل جمهور الكرة اللبنانية. لازم يكون خلف فريق العهد بالمهمة الأسيوية، مباراة الإياب بمواجهة الجزيرة الأردني، وفي حال الفوز التأهل إلى نهاية المسابقة الأسيوية راح يكون بانتظار، راح يكون بانتظار فريق العهد. وكل أملنا أنه العهد
يقدر يقطف ثمار العمل الكبير يلي قام فيه طوال سنوات ويقدر يجيب اول لقب قاري الى كرة القدم اللبنانية بالوقت يلي حسين ابو يحيى عم يعلن عن نهاية المباراة بفوز البرج على شباب البرج بهدفي محمد جعفر وستيفن سارفو، هدفين مستحقين وثلاث نقاط مستحقة بالتأكيد للفريق الأصفر به المباراة. انتصار رح يوضعه بالصدارة بفارق الأهداف عن النجمة. وقبل الختام أكيد رح نكون مع إعادة لهدفي اللقاء، الهدفين الجميلين يلي هزوا شباك شباب البرج أكيد مع الفرص أيضا وأبرز الفرص يلي صارت. وطبعا ركلة الجزاء هون يلي حصل عليها محمد جعفر بعد الاحتكاك مع محمد الموسوي. محمد قاسم هو يلي راح لينفذ البينالتي، سدد بالقائم الأيسر، ما كان في هدف هون للبرج، صعب الأمور على نفسه لكن مش لوقت طويل لأنه بعد الدربة داخل منطقة الجزاء الكرة عم توصل عند محمد جعفر، التسديدة الصاروخية أسيست كان من ستيفن سارفو. 1-0 النتيجة، هدف جميل فعلا لمحمد جعفر بالإعادة مرة جديدة. بتشوف الكرة يلي سقطت بين دفاع وصارفه هيئة لمحمد جعفر يلي سدد صاروخ بشباك نمر لحود من بعد ما بالشوط الأول الحارس المكسيكي المولد صدى لعدة كرات صعبة مثل كرة جعفر تحديدا ومثل كرة إسماعيل أنتيري الرأسية. 1-0 هون النتيجة للبرج، فرحة كبيرة كانت للاعبي البرج ومن بعدها حمزة عبود وكرة على الطاير فولي إلى داخل الشباك إلى يساره لنمر رحود، بالتأكيد ما بيقدر يعمل أي شيء لهالكرة المفاجئة المباغتة الصاروخية. 2-0 النتيجة. الاحتفالات البرجية بمدرجات ملعب صيدا البلدي عم تكون كتير كبيرة بهالأثناء وأكيد رح تمتد الليلة إلى منطقة برج البراجنة. على كل حال مشاهدينا لحد هون بينتهي بثنا المباشر من ملعب صيدا البلدي لديربي برج البراجنة. بكرة الملتقى بيتجدد الساعة 4 الأنصار وشباب الساحل. إلى اللقاء. Thank you.